ده الاستخدام الاساسي والاصلي للبسكوت بتاع العيد اهو، بسكوته تتسقسق في الشاي بلبن وتتاكل بالهنا والشفا. طيب هكملها طبعا. البسكوت العيد خلص ومطرح ايدين ولادنا وكنا عاملينه ناعم شويه واتفتت، نعمل فيه ايه؟ نرميه؟ لا، استخدمناه قبل كده وعملنا بيه سويسرول كان حلو جدا، ان احنا خدنا الخليط اللي هو المفتفت ده وادينا له طحنه زياده في الكبه، وبعد كده حطينا عليه شوكولاته اللي هي قابله للدهن بقت متماسكه شويه، وحطينا عليه حبه حاجات كده، وبدانا ان احنا نفرده على كيس ثلاجه وحطينا فيه كريمه او حطينا فيه فاكهه، ورحنا لفينه وسبناه في الثلاجه يجمد. بعد ما اتجمد رحنا مطلعينه مقطعينه بقى سويسرول بالبسكوت. طيب النهارده انا هعمل كيكايه، وقبل ما انزل مقادير وقبل ما اوريكم حاجه انا عايزاكم تشوفوا النسخ اللي عاملينها دي كده. كيك بالبسكوت او ببواقي البسكوت بتاعت العيد عاملينها في قوالب انجلش كيك. بص كده يا جيمي، احنا ولا حاطين بيض ولا حاطين دقيق ولا حاطين حاجه خالص، ده ببواقي البسكوت وهقطعها واوريها لكم من جوه. طب دي القوالب، ده اللي لسه معمول دلوقتي، دي عملناها امبارح. ليه؟ كنت بجرب، والتجربه يا تبقى نتيجتها مضمونه مليون الميه يا تفشل. حاجات بنطلعها من دماغنا، والمطبخ تجارب، والمطبخ تجارب. طيب تعالوا كده قبل ما نبدا في المقادير ونشوفها مع بعض، تعالوا نفتح الكيكايه بتاعت البسكوت بتاع بواقي العيد من جوه ونشوف شكلها عامل ازاي. ده الظهر بتاعها، الوش بتاعها اهو، وش الكيكايه اهو، واهو واهو، ادي اللي احنا عاملينها في قوالب الانجليش كيك. بص يا جيمي كده، تمام. طيب تعالوا كده نقلبها كده ونقطع ونشوف شكل كيكايه البسكوت اللي معموله ببسكوت بواقي العيد دي، هتبقى فعلا كيكايه ولو عملتها. بصوا السكينه بتنزل عامله ازاي، بصوا الخليط الله هو اكبر عامل ازاي. ولو عملتها ولادي هيحسوا ان هي دي معموله بالبسكوت ولا هتبدا ان هي ماشيه معايا كويس بالشكل ده كده. بالمنظر ده، وهوريها لكم من جوه عامله ازاي. هنيجي هنا كده، بالشكل ده. اتحدى اتحدى اي حد يصدق ان دي كيكايه معموله بالبسكوت وبسكوت بواقي العيد بالشكل ده كده. بص كده يا جيمي، عايزاك تدخل جوه الكيكايه، شايفين؟ شايفين؟ معموله ببواقي بسكوت العيد. طيب دي كده اللي هي اللي معموله في قالب انجلش كيك. نعمل كده ونحضر بقى ايه، صوصات شوكولاته، كريمه، ايا كان. وادي اللي معموله امبارح، لونها هو ايه اللي جوه ده؟ دي التجويده. ايه الابيض ده؟ ده لوز، صح يا محمود؟ الابيض ده ايه؟ ده لوز. لقينا عندنا حبه لوز مقشرين واحنا مدينهم تكسيره كده وجرشه ورحنا حاطينهم في الخليط. يعني معنى كده ان لو عندك مكسرات ممكن تدخليها جوه الكيكايه، عايزه تحطي سوداني، عايزه تحطي شكل الشيبس، عايزه تحطي ايا كان، اشتغلي زي ما انت عايزه. طيب هنزينها، بس هوريكم دلوقتي الاول احنا عملناها ازاي. عملناها ازاي ببسكوت بتاع بواقي العيد. ادي البسكوت اهو، وهعمل كده مش محتاجه ولا طحان ولا حاجه لاني هبوشه اهو بالشكل ده كده. ده قد ايه بسكوت؟ ده كيلو، ده كيلو. بحط عليه قد ايه حليب؟ بحط عليه 3 كوبايات من الحليب الدافي. ليه؟ علشان يبوش لي البسكوت بتاعي على طول.
بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا نون، انا ما عنديش بسكوت عيد، بس الفكره عجبتني، اروح اجيب بسكوت عيد ولا اجيب بسكوت عادي؟ يعني انا لو عندي بسكوت ساده من اللي هو بتاع الشاي، ينفع ان انا اشتغل بيه؟ اه طبعا ينفع تشتغل بيه، ايا كان اللي حضرتك عايزاه اعمله. واعمل كده وابدا ان انا ابوشه. عايزه تسيبيه شويه هيتبوش معاكي ماشي، عايزه مستعجله وعايزه تخلصي وما عندكيش وقت، ممكن تحطيه في الخلاط هتلاقيه اشتغل معاكي وتمام وزي الفل. طيب هو ده بعد ما يبوش خلاص كده بقى عندنا كيكايه؟ لا استنوا بقى، المقادير اهي معانا اهي. كيلو بسكوت ساده، معايا 3 كوبايات حليب دافي، حطيتهم على بعض كده وهسيبهم يبوشوا خالص، ولو مستعجله هنستخدم الخلاط علشان يبقى الخليط عندنا ناعم خالص. طيب هنحط عليه ايه بقى بعد ما ينعم؟ هنحط 3 معالق كبار سكر، ما تنسوش ان البسكوت اصلا بيبقى فيه سكر، وانا مش عايزه ان السكر بتاعه يبقى عالي زياده عن اللزوم. معايا باكو قهوه سريعه الذوبان، انا هبدا ان انا احط كده، ادي باكو قهوه سريعه الذوبان، وادي 3 معالق كبار من السكر، وادي 3 معالق كبار من الكاكاو لان انا عاملاها بالشوكولاته، وادي معلقه كبيره بيكنج باودر، ونص كوبايه زيت، ونص كوبايه زبده، وادي مكونات الكيكه بتاعتنا، ولا حطينا بيض ولا حطينا اي حاجه تاني. ما انا ما عنديش بوله كبيره. لا لقيت هفضي كده الخليط بتاعنا ده في بوله اكبر واقلبه كله مع بعضه، وارجع واقول ممكن حضرتك تعمليه في الخلاط، مش هيقولك لا، الخليط يكون ناعم. اقلب كده وهيبوش معانا، وممكن نجيب الخلاط عشان نسهل علينا ونختصر وقت، يعني نجيب الخلاط بسيط وابدا ان انا احط الخليط فيها. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 180. الخلاط يا جيمي لو سمحت. تسلميلي تسلميلي. الخلاط عندنا اهو، شوكولاته نسيحها ونبدا ان احنا نزين بيها الكيكايه بتاعتنا. ممكن كمان نجيب شوكولاته بيضه ونبدا ان احنا نعمل كده. بالشكل ده يبقى ايه؟ عندنا الشوكولاته البيضة وعندنا الشوكولاته البني، واعملي اللي انت عايزاه، والله العظيم ما هيصدقوا ان هي من بواقي البسكوت. بالشكل ده كده. قطعي وصحتين وعافية على قلبك وقلب ولادك يا رب. شايفين الشكل عامل ازاي؟ حد يصدق ان دي كيكة بسكوت ولا يصدق؟ على فكرة احنا مش محتاجين ان احنا نضربها في الخلاط، والدليل على كده ان انا فضلت اقلب فيها البسكوت بيبوش. البسكوت اصلا بيبوظ، ده احنا مجرد ما بنحطه في كوبايه الشاي بلبن بيبدا ان هو يبوظ معانا، فانت لو سبتيها 5 دقايق كمان هتلاقيها باشت على طول، فمش محتاجه حضرتك تضربيها في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. بصوا الخليط ما شاء الله، اللهم بارك. نديله ضربه كمان ونفضيه، وشايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ قوام كيك، قوام كيك يعني، ولا حد يصدق ان هي معموله ببسكوت العيد. بسم الله. يلا بينا نطلع فاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحه البريان يا جماعه، الله اكبر. بسم الله.
بنساوي خبطتين كده ثلاثه، نطلع الهواء اللي جوه. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 180، نعملها ونتعامل معاها كمعامله الكيكه العاديه. بنسيبها في الفرن نص ساعه او 35 دقيقه، ونبدا برده نختبرها من نص الكيكايه مش من الحرف. ندخل لها الخله، طلعت نظيفه وزي الفل، يبقى خلاص تمام استوت. نروح مطلعينها ونسيبها تبرد ونقدمها بالشكل ده كده، او اي بشكل حضرتك عايزاه. بص المنظر، استنوا كده. الصينيه يا شباب جت صح؟ اه تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد دي. بص كده يا جيمي. شايف من جوه؟ حشاشان رهيب. استحالة الواحد يصدق ان دي كيكة بسكوت. بصوا المنظر. هتهالي يا جيمي. شايفين الشكل؟ ما شاء الله، اللهم بارك. يلا هايله.